الملك محمد السادس نزاه الله ويسر الملك. شكرا للسفارة الإيجابية على تنظيمه لهذا الحفل، شكرا لإحساني، شكرا لهذه الجماهير المجدية التي لها عشق خاص لأمير البلاد وحامي البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نزاه الله ويسر الملك. إلى السيد باشا المدينة وإلى السيد رئيس المقاطعة الإدارية الأولى، وهنيئا لأعوان السلطة على عملهم وإخلاصهم ومواكبتهم، وشكرا للجميع. وعاشت المملكة المغربية من طنجة إلى الكويرة موحدة خلال الرحمن الرحيم. يمكن نشكر الصحافه كامل اللي حضر معنا، الصحافه تاع بلاد الواق اللي راه حاضره معنا اليوم، وكل في اي حاجه حاضره اليوم. واليوم عندنا واحد الحفل كبير، درنا بعيد العرش المجيد 25 سنه، واليوم كل شيء راه يحتفل معنا. وشوف الحمد لله مصطفى السلام عنده واحد الغيره على الوطن وغيره على المولوديه. اليوم انا اقترح باش ندير هذا الحفل، هذه الذكرى تاع 25 سنه، بغينا نحييو هذه الذكرى هذه. والحمد لله كاع الجاليه حضرت وكل شيء حضر، ساكن تاع وجده حضرت كل شيء، وكل شيء حضر معنا وساعدنا القائد الاول والراوي ومع الاعوان وراه ساعدنا القائد تاع المقاطعه الاولى السيد والراوي اللي ساعدنا في هذا الحفل. والحمد لله بان الشاب باغي يخدم مع جميع الاعوان ديالو اللي تا هما حضروا معنا وهم واقفين معنا وكل شيء عطانا كاع لي مويان. مصطفى واحد الكلمه يعني في اللي جات متزامنه مع عيد العرش هو فوز المنتخب المغربي الاولمبي بباريس. الحمد لله بعدا تاع واحد الحفله، فرحه كبيره تاع الفريق الوطني اللي مشى في الدور الثاني، وهذا الانتصار نهديه لمحمد السادس نصره الله في هذا العيد، هذا عيد العرش الذي زادوا فوز خر اللي فزنا به. ونهدي الجماهير المغربيه كامل وفي الجاليه اللي راهم ضحاوا مع الفريق في فرنسا، وفي ما مشيت المغاربه كاينين حاضرين وديما يشجعوا الفريق الوطني وحب المغرب وحب الملك تاعنا. وملكنا هو اللي كاين، ملكنا اللي يحكم، ما عندنا لا حكومه لا والو، ملكنا هو اللي يحكم البلاد. هذا نداء صاحب الجلاله، ملكنا الله يسرك، روح شوف هذه المدينه اللي شوهوا المستشارين. وشكرا للجميع وتحيه الشعب المغربي وتحيه الساكنه تاع وجده اللي اليوم فرحت معنا والقناه اللي واقفين معنا كاملين، وشكرا. عبد الناصر بوتشي شفاعي جمعوي، سعداء جدا بتواجدنا اليوم بشارع عمر حجيره ولا شارع مراكش، باش حضرنا هذا الحفل البهيج بماطو مجموعه بعض الاخوان التجار وكذلك السمسره المناديه المجديه. نشكرهم بزاف على هذا الانضمام لهذه الذكرى الذهبيه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، الذكرى 25 لتربع جلالته على اسلافه المنعمين، واللي كانت كلها هاد 25 ربع قرن من العمل الدؤوب ومن المشاريع الكبرى والمنجزات الكبرى اللي غيرت الوجه ديال بلادنا وجعلت بلادنا تتبوأ مكانه كبيره ومكانه متميزه بين يعني مصاف الدول الكبرى في العالم. وهذا الشيء كيفرحنا وكيجعلنا نفتخر ونعتز بملك عظيم، ونتمنى ان شاء الله باش المغرب يكون دائما متحدين من طنجة إلى الكويرة. كذلك اليوم كان واحد الحفل كبير، أولا اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على صحرائنا الحبيبة، وكذلك انتصار الفريق الوطني المغربي الأولمبي على نظيره يعني على 3-0 وهي وتأهله للأدوار المقبلة. نتمنى له إن شاء الله التوفيق، نتمنى له النجاح. نشكر ساكنة مدينة وجدة على مشاركتها القوية
على هذه الذكرى الذهبية اللي تربى صاحب الجلالة محمد حسن الله. ونجدد الشكر والتقدير لرجال الصحافة والإعلام على مواكبتهم جميع التظاهرات اللي كتعرفها جهة الشرق. وهنيئا لأعوان السلطة على عملهم وإخلاصهم ومواكبتهم، وشكرا للجميع. وعاشت المملكة المغربية من طنجة إلى الكويرة.